هلو، مرحب بالجميع، حياكم الله عن جديد في فيديو جديد. اليوم حنتكلم في موضوع مهم جدا وان شاء الله ينال اعجابكم. مين فينا احنا في الناس ما بحب يكون عنده فلوس، ما بحب يكون عنده بزنس اللي يدخل عليه فلوس اللي تخلي حياته سهلة ومريحة. اما انه يكون عندك حيوان ويدخل لك فلوس، هاي العجيبة. اليوم حنتكلم عن موقف صار معاي مبارح. كنت في المحل موجود، فدخل علي زبون بده يشتري سلحفاء. طبعا مش هاي السلحفاء، سلحفاء اصغر من هاي. هاي معاي ذكر سلوكاتا، طلب يشتري سلحفاء. ما بدأ اغير الموضوع او اشت عن الموضوع، طلب يشتري سلحفاء. فانا من واجبي كصاحب محل اني اشرح له وفهمه كيف يتعامل مع الحيوان، كيف اسلوب حياتها، من تغذية، من رعاية، من اهتمام الى اخره. كنت الاحظ انه الشخص متخوف، ما إله على الحيوانات أو على تربية الحيوانات. فسألته سؤال، هل أنت ماخذ هذا الحيوان عشان تربيه عندك في البيت أو هدية؟ فإجاباته كانت غير منطقية، لا بس بدي أحطه في الحوش، هل إني أنا لو تركته في الحوش القطاع وتوكله أو مشكلة عليه أو 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 إلى آخره. فشرحت له طريقة مبسطة كيف يهتم في الحيوان، وين يحطه، وين الأماكن المفضلة للسلاحف، لازم يكون في رمل، لازم يكون في خضرة، لازم يكون في مي، هذا الكلام المعتاد اللي احنا بنشرحه للزبائن. لكن المفاجأة اللي انا تفاجأت فيها انه الزبون وهو بده يطلع من المحل اتجرأ وسألني هذا السؤال، واللي كان صدمة لإلي. سألني أخوي بسألك سؤال، يقولون إذا حد رب حمسة في البيت تسوي له فلوس، تجيب له فلوس، أو إذا يبي يتزوج ممكن يتزوج، أو إذا عنده بنات يبي يتزوجون ممكن يتزوجون. قلت له في هذه الحالة إذا البنات بدهم يتزوجوا لازم يشوف له خطابة يعني. لكن سلحفاء تجيب زوج عريس أو عروس أو تجيب فلوس، هذه أول مرة بسمع فيها وأول مرة يعني حد يخبرني فيها. الرأفة في الحيوان واجبنا إحنا كبشرية يكون في عنا رحمة للحيوانات. الكل بيعرف قصة المرأة اللي دخلت النار بسبب قطة، والرجل الكافر اللي دخل الجنة بسبب انه اسقى كلب. لكن انك انت تؤمن تربي حيوان عشان يجيب لك فلوس او يغنيك، هذه الخزعبلات يا ريت ان احنا للأسف نمحيها من قاموسنا ونرجع لربنا. رزقكم في السماء وما توعدون، اسعى يا عبدي وانا بسعى معك. اما انك تجيب سلحفاء وتجيب سمكة على موضوع العقلية هاي اللي بتآمن في الخزعبلات هذه، بشرق آسيا معروف عندهم بربوا سمكة اسمها الأروانة. طبعا هاي الأروانة في ناس بسموها ماني فيش، أو بربي نوع من النباتات في البيت بسموها البامبو ماني أو البلانت ماني بلانت. بيؤمن انه اذا ربى هذا النبات او ربى هذه السمكة او ربى هذا الحيوان انه حيصير غني ويصير عنده فلوس. لا، الدين رحمة والدين تعامل. اوكي، ممكن انك انت تحط في منطقة خلا، تحط اكل، تحط مي، تروي الحيوانات السائبة، تروي الطيور، تطعم الطيور، ثوابك عند ربك. اما انك انت تجيب سلحفاء وتستنى تقعد في البيت تدخل لك فلوس، كان أغنى واحد فيكم أنا، لأنه أنا ببيعهن وأنا اللي بربيهن. يا سلحوف يا حبيبي، يا ريت في عندي فاتورة كهرباء، إذا في مجال 200 دولار أو إذا يورو بكون أفضل. فأتمنى أن نرجع لربنا ونآمن
في قرآننا، واسعى يا عبدي وأنا بسعى معك، ونشوفكم فيديو جديد بكفي خزعبلات، ولا تنسونا لايك وشير، وإلى اللقاء.